على القانون الأساسي ديال الجمعية ارتأينا بأن الأهداف بل الكفايات بيننا هي واحدة، لذلك جاء هذا المشروع. وفي الحقيقة أنه تولد صغيرا وفي مدة ليست يعني مدتها شهرين استطاع أن يطلع، بعد أن كانت عبارة عن أيام دراسية فقط تحولت إلى منتدى إقليمي. ثم الآن نبشر الإخوة بأنه أصبح منتدى جهوي، وهذا اليوم الذي نعيشه هو اليوم الأول من الأيام الدراسية الثلاث، هي عبارة عن ثلاث أيام دراسية افتتاحها الآن نعيشه الآن في القصر الكبير في المركز. وبالمناسبة نشكر السيدة المديرة للمركز الثقافي التي رحبت بهذا النشاط. أقول ودائما في السياق أن من الموضوع يتبين بأنه جد 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 مهم. لماذا؟ لأن نقول التنمية المستدامة وبعمالة العلاش، هنا وحدة سياسية، وحدة فكر، وحدة إلى آخره، ثلاث نقط. وسنعمل إن شاء الله على ثلاث قيم، هي قيمة البيئة، ثم المآثر، ثم التراث اللامادي الذي يحمل ما يحمل، ونحن نعرف ما يعانيه هذا القطاع كل واحد من جهته. وبالمناسبة اعتمدنا أن تكون الطاولة والنقاش مفتوح ما بين شعارنا هو الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في نقاش الشأن المحلي، والشأن المحلي هو واسع جدا، ونحن ولو كان من فاعلين سياسيين فهم محتاجين إلى توعية بأن هناك من المجتمع المدني من هو غير جاهل بما يفعلون وما يصنعون، ولكن نحن انطلاقا من حق التشارك ومن حق هذه الأنشطة التي نحييها نحاول أن نجد صيغة أدبية توافقية ولو توفيقية لكي نستطيع أن نمرر هذا الأزمان. المهم لا أطيل في التفصيل في هذا الموضوع، لأن الورشة إن شاء الله سواء هذه الورشة أو الورشة الثانية التي ستكون والثالثة يعني بالعرائش إن شاء الله، والجميع هو مدعو من هذه الورشة.